هو في الواقع إيمان مني بالنسبة للوضع الحالي الموجود في البلاد، وبالنسبة للتقدم، بالنسبة في الوضع هذايا، معناها هي حقيقة مراهنة، معناها في ونكونوا بالنسبة للدستور، معناها بالنسبة للدستور هذا اللي مش نعملوه، نكونوا ساهمنا فيه مساهمة فعالة، وهذه ما هي إلا ركائز اللي مش تتحط من جديد بالنسبة للمستقبل بتاع تونس.